اليوم حنا درنا الدوره ديال مقاطعه حي محمدي، الدوره الشتنبير، الدوره العاديه فيها نقطه واحده وفريده اللي هي الميزانيه ديال 2024 بطبيعه الحال هي 2 مليار و100 مليون باش ندبروها. كانت 3 مليون السنوات السابقه، دابا حنايا كنعاودوا انه نعاودوا نرشدوا هذه النفقات، لان كتسمى نفقه تسمى منحه ماشي ميزانيه، منحه ديال الجامعه الدار البيضاء كتمنح المقاطعات 16 اللي كاينين في الدار البيضاء. حنا دابا اليوم امام عده اسئله. اولا ترنا واحد المسائل كنتو حاضرين معنا، هي مساله ديال تبديد اموال عموميه والتزوير واستغلال النفوذ، كيف ذلك؟ غندير لكم من نقطه من نقطه. دابا السيد رئيس المقاطعه دار واحد البوند كوموند فيه 19 مليون ودخل واحد الحديقه خاصه اللي كيحميها الدستور، ارض يهود مغاربه، نفس الشيء بالنسبه لارض المغاربه كاينه في العنطريه جوج، ودار واحد البوند كوموند ياك فيه 19 مليون والاخر الثاني فيه 19 مليون ودخل ارض خاصه وصرف عليها. واش قال الخازن الاقليمي باش يصرف لي ذاك يصرف لي البوند كوموند؟ قال لي غادي ندير تروطوار والفواري ولوطو بلوكو في هاد في الحي محمدي، اغونديسمون الحي محمدي، مقاطعة محمدي. إذا نزور هنا كيبين لكم التزوير. هنا زور على الخازن الإقليمي. لو كان صادقا غادي يقول الخازن الإقليمي راه غندير في واحد الأرض خاصة غادي يرفض لي هاد طلب سند أو بوند كوموند وما يخلصوش فيه. هادي أولا. تبديد أموال عمومية ممنوع يصرف من المال العام على ملك خاص. ولا كانت عنده هذه الصفة يصلح لنا كاع الحي محمدي. راه عندنا دابا الصونداك فيها 7 قطارات قدامنا المارشي ديال سوق الدواجين فيها من مساحة خضراء، يدير لنا شي يقول يدير لنا جردة. إلا كان عنده هاد ما يقدرش، لأن واحد القانون كيمنعو. هو ثاني إحداث ملي كدوي إحداث حديقة عمومية ليس من اختصاص المقاطعة. ملي كنقولو إحداث هو من اختصاصات جماعة الدار البيضاء. حنا كنرفعوا ملتمس، كنجيبوا هنا الدوره وكنرفعوا ملتمس للجماعه وهي اللي كتصوبنا الحديقه. ما يمكنناش حنا كمجلس مقاطعه نديروا احداث ديال المقاطعه. اكيد السيد الوزير سمع لقطاتك، الشكايات واش توصلوا للفرقه الوطنيه؟ توصلنا في شكايه السيد الوكيل العام، والسيد الوكيل العام وجه للفرقه الوطنيه بطبيعه الحال جرائم الاموال العامه، وراه التحقيقات راه في الطريق ديالها. وحنا واثقون من نزاهه القضاء والامن الوطني بطبيعه الحال وجميع الاجهزه ديال الدوله واثقون، وكنتمنى حتى السلطات المحليه المواكبه لهادشي حتى هي تنوض، لان ما يمكنش ارض خاصه يدخل لها اي واحد، لان كتبقى ارض خاصه وما يمكنش اننا نعفطوا لها حتى بالقدم ديالنا، لان الدستور يحمي الاملاك الخاصه. للمزيد من المعلومات ما تنسوش تابوناو وتفعلوا الجرس باش يوصلكم جديد لو سيت تي في.